الأنباء، اندلعت احتجاجات واسعة في معظم المناطق اللبنانية امتدت من طرابلس شمالي البلاد إلى شوارع بيروت بعد رفض الرئيس ميشيل عون التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري واعتذار الأخير عن تشكيل الحكومة. وأفاد مراسلو فرانس بريس بأن قوات الأمن استخدمت الرصاص المطاطي للتمكن من تفريق المحتجين وفتح الطرق المقطوعة. وتحدث الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط جرحى من دون أن يدلي بحصيلة محددة. وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أعلن من القصر الرئاسي اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد 9 أشهر من تسميته، في خطوة من شأنها أن تعمق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية. وفي ردود الفعل العربية والدولية، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن تبعات اعتذار الحريري ستكون خطيرة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة أمر مروع، وانتقد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها. وفي واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إعلان الحريري تطور مخيب للآمال. مشاهدينا، في متابعة لآخر ردود الفعل وتطورات الميدانية وردود الفعل السياسية، ينضم إلينا من بيروت مراسلنا محمد شبارو. محمد، صباح النور. صباح النور ليال. صباح النور، أهلا محمد. محمد، صباح بيروت ليس كليلها، على الأقل هذه الصور التي تردنا من خلفكم. ليل بيروت كان قاسم جدا بعد اعتذار الحريري. عدة مناطق ذات أغلبية سنية شهدت تحركات رافضة لعدم قبول الرئيس اللبناني التشكيلة الحكومية الجديدة، واحتجاجا أيضا على الوضع الاقتصادي. الدولار طار محلقا إلى 22 ألف ليرة لبنانية بعد اعتذار الحريري مباشرة. الاعتذار تلاه مقابلة أدت إلى ردود فعل سياسية وميدانية جمة بالشارع اللبناني. آخر هذه الردود معك محمد. ليال، فعليا مشهد الأمس، دعينا نبدأ من المشهد السياسي. الرئيس سعد الحريري اعتذر تراشق في المواقف بين التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية والرئيس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. في ظل هذا التراشق برز الصمت على صعيد القيادات السياسية الأساسية في البلاد. يمكن القول أن هذه المرحلة أغلب المصادر السياسية تتحدث عن حالة من الضياع في الأنيقة السياسية اللبنانية، عن المرحلة المقبلة تحديدا في الشارع اللبناني قلق كبير جدا من المرحلة المقبلة. ذكرت في السؤال ارتفاع أو تحليق الدولار إلى عتبة 22 ألف ليرة بعدما كان قبل اعتذار الحريري نحو 19 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وهذا يعكس صراحة وبوضوح الوضع الاقتصادي الدقيق جدا والذي كان يتطلب تأنيب فوري للحكومة وفق التصريحات الدولية التي أعربت بالأمس عن خيبة أمل واضحة من الفشل في تأليف الحكومة. ليال، يمكن القول أن تصريحات الحريري بالأمس ركزت على بشق أساسي منها على الخلاف مع جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية وكذلك مع رئيس الجمهورية، ولكن اللافت فعليا الإشارة في المقابلة التلفزيونية للموقف من حزب الله تحديدا في الفترة الماضية أو في السنوات الأخيرة. تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري كانوا في سياسة مهادنة تجاه الحزب. بالأمس قال سعد الحريري بوضوح أن حزب الله لم يتدخل بقوة لتشكيل الحكومة، وفي هذا إشارة واضحة إلى عدم ضغط الحزب على الحليف جبران باسيل للتنازل في الشق الحكومي. إضافة إلى أنه قال بوضوح أن المشكل اليوم في تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر. ليال، هدأ الشارع صباح اليوم، ولكن يمكن تلخيص الجو العام في البلاد وفق ما أشارت إليه الصحف الصادرة اليوم في بيروت. تحدثت عن مرحلة من الفوضى، من التخوفات، من الخوف تحديدا. وبالتالي يمكن القول أن لبنان دخل بعد اعتذار الحريري في مرحلة شديدة الخطورة على عدة مستويات. المستوى الأول المستوى السياسي مع تعقيدات أساسية لا يمكن القفز فوقها، وقد تحول دون تأليف حكومة جديدة وامتداد الفراغ إلى مرحلة
طويلة الأمد على الشق الاقتصادي، لا حكومة يعني لا إصلاح، ويعني أيضا لا خطة اقتصادية، وتاليا هذا كان ضروريا بالنسبة للمجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، كان يشترط حكومة وإصلاحات واضحة لتقديم الدعم إلى لبنان. وتاليا يمكن القول ليال أن الخوف في الشارع اللبناني كبير جدا، خصوصا نحن نتحدث عن أسوأ الأزمات الاقتصادية وفق المنظمات الدولية في العالم، قد تتعمق هذه الأزمة أكثر. والخوف الأساسي اليوم من ارتفاع غير محدود لسعر صرف الدولار وأن يصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي تصبح البلاد أمام تضخم مفرط. ليال، نعم، على كل محمد، اللبنانيون ينتظرون بين ساعة أو أخرى أو يوم آخر دعوة القصر الرئاسي إلى استشارات نيابية يتأتى عنها تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، لعل وعسى تنجح بالدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على المساعدات الدولية لإعادة الديمومة للاقتصاد المحلي. محمد جبارو مراسلنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا محمد.